11% هو نسبة داء السكري بالعالم. 6 دول عربية بتتصدر هيدي اللايحة. ببرنامج مطبخنا رح نتعلم كيف نعمل وصفات شهية وصحية قليلة السكر أو لو شجر. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو عنا حلقة صحية؟ صحية اليوم حنعمل أكل خفيف السكر. أوكي. مثل ما نعرف السكر الأبيض والسمن الأبيض اللي بيأذي كثير، أكيد أنا بنصح كل المشاهدين يقطعوا عن الأولاد قد ما فيهم، يعطوهم سكر طبيعي قد ما فيهم، الفواكه يعني بالعربي نخفف السكر الأبيض اللي هو مكرر. أوكي. لأنه بالنهاية بضر بالصحة. حنعمل كم طبق قليل السكر، يعني من الأشخاص اللي بيحبوا ياكلوا أكل عادي حلو. حلو، لا انا مشكل، انا عامل حلو، عامل مالح ولا تغيير، بس انه كيف نشيل السكر منه، كيف ننقي الانجريدينتس اللي ما فيها سكر زياده. اوكي، هلا حناخذ اول طبق وهيكون بالخوخ. حناخذ كاسه، يعني هلا بدنا نعمل دجاج بالخوخ؟ لا، تسارع هذا. اوكي، خوخ، حناخذ معه جوز الهند. كمان جوز الهند هو من المواد كثير مهمه للصحه. حناخذ معه بيضه. هذا شو مثلا مثل الجاتو يا شيف؟ لا، حنخبز كله بالفرن مع بعضه يستوي على بعضه. اوكي، حنحط معه عسل. العسل ممكن مثلا نقدر نستبدل السكر بالعسل يا شيف؟ ما هو عشان هيك بس استعملت سكر يحل محل السكر. اي بس طيب كمان بالنهايه هو سكر بالاخر. اي بس بضلوا اهين على الكبد من، بس اكيد بكميه معتدله، يعني نحن ما فينا ناخذه كل شوي للعسل. هو بالاجمال كل السكريات لازم ناخذها الصبح، ما ناخذها الا الصبح، ما ناخذها بالليل، ما ناخذها بعد الغداء، ما بنوقف ناخذ شيء بيشبه اي انواع سكر. الفواكه اكثر شيء على الاربع بعد الظهر، لانه كمان سكر الفواكه، اما السكر العسل مثله مثل حي الله سكر، بيعطي نفس الكالوريز، بس الفرق انه هو منيح للكبد، ما بيأذي الكبد، مش مثل السكر الصناعي. وهو السكر بجوع يا شيف، لانه بعلي الادرينالين، حتى العسل حتى الفواكه بتجوع، بتعطي حالة شبع مؤقتة، بيرجع بعدين بس يخلص المفعول تبعها منجوع كثير ومصير ناكل شو ما كان. اوكي، هلا هي الصينية